زيك، كويس نعمل ايه؟ كويس. مش عارفه الجهاز اللي انت قاعد عليه ده ايه؟ ايه ده جهاز كشف الكذب. ماشي. ماشي، اسمك ايه؟ جميل. حامد مجدي. اسمك؟ ادم حلمي ابراهيم شعيب. عندك كام سنه؟ 5 سنين. فايق. حاسه انك مرتاحه ولا حاسه انك خايفه مني؟ حاسه ان انا مرتاحه. مرتاحه. انتي بتحبي المدرسه؟ اه. طيب وبتحبي زمايلك في الفصل؟ اه. كلهم؟ في حاجه قلتها كده؟ عشان مش فاكر المدرسه كلها. يعني كده في حد بتكرهه؟ مش بحب واحدة بس، اسمها سما. سما؟ قولي بقى عمل لك ايه ياسر، بس نزل ايديك. عمال يزهق، عمال يزهق؟ بيقول الميس عليا وانا ما عملتوش حاجة. بيقول ايه بقى للميس؟ ادهم عمال يزهق. وانت فعلا بتزهقه؟ ما بتزهقهوش؟ شوية ظالمين تضربك على قفاكي؟ أو مين فيكو بتشد التانية من شعرها أكتر؟ محدش بيشد. حد بيشد؟ مين؟ انت؟ هي برضو سما. هي بتعمل حركات وحشة وبتضربني كمان وأنا بقرصها. قولي انت معجب ببنت معاك في المدرسة؟ بجد؟ اسمها ايه؟ مريم. تحبها؟ قوي؟ ايه ده؟ كان ايه في واحد ضربها بالسوز. ضربها بالايه؟ السوز. السوز بتاع السجق؟ لا، امال ايه؟ اسمه زياد. عمال يديه لكريم وكريم عمال يشم. بيشم ايه؟ السوز بتاع الشوز. بيشم الشوز بتاعه؟ بعدين يرميها على مريم. ايه القرف ده؟ دول مجانين؟ مش انت بتعرفي تمثلي؟ بعرف. طيب انا بقى عايزاكي نمثل انا وانتي مشهد خناقه مع بعض، ماشي؟ بس مش يعني بعرف امثل. مستعده؟ يلا. على فكرة بقى محمود بيحبني أكتر منك. لا، محمود بيحبني أكتر مني. على فكرة بقى محمود جاب لي شوكولاتة. لأ، بيجيب لي كل حاجة. لأ، جاب لي بطاطا. لأ، عمل لي كل حاجة أنا لوحدي. أنت عارفة آخر مرة مرضيش ينزل الفسحة وشلني على كتافه. لأ، هو بيعمل لك حاجة من الحاجات دي؟ بيعمل لك ايه؟ يعمل لي كل حاجه اللي انا عايزاها. عمره جاب لك فستان؟ لا، جاب لي كل حاجه. لا، ما جابليش كل حاجه. هي ليه البتاعة دي بتنور؟ هي بتنور لما انت بتكدبي. يلا هنرجع تاني. طب انت ايه اكتر حاجه بتحبها في مريم؟ طبعا خلقتها حلوه، بتسكت يعني هاديه. هادية ونادية. تحبي مين أكتر، مامتك ولا باباك؟ مامتي. تحبي مامتك ليه أكتر؟ طبعا هي أهم. مامتك أهم؟ هي اللي بتعمل الأكل وكده. برافو عليك. تحب الأكل؟ قوي؟ شايفاني تخينة ولا شايفاني رفيعة؟ قولي. مش عايزة. ما تخافيش. مش عايزة أقول. ما تخافيش، مش هيحصل حاجة. لا. ليه؟ كده. لا عايزة. مش عايزة. طب أنا أقول لك، أنت شايفاني تخينة صح؟ لا، أنا شايفاك رفيعة. رفيعة قوي؟ شايفاك تفرعة قوي. أنا كمان شايفة نفسي رفرعة قوي. تعالي. بص يا ادم، احنا دلوقتي الاوضه اللي احنا فيها دي اسمها ممنوع الضحك. ممنوع الضحك؟ ماشي. يعني مش عايزين نضحك خالص. ماشي. هات بقى اللي في ايدك ده كده، اما نسيبه
بص هنعمل اول تحدي ما بيني وما بينك، انت كشر جامد جدا ماشي؟ لو ضحكتك هرش ماشي؟ 1 2 3 خلاص يا عم ده انت هتترش للصبح شكلك. 1 2 هنروح مع بعض لآخر مرحلة، إنك هتقولي نكتة تضحكني، لو قلتلي نكتة تضحكني هتبقى أنت كده كسبت، لو ما قلتليش نكتة تضحكني هتبقى خسرت، بس ساعتها مش هرش، لا هتتعاقب عقاب تاني إنك هتاكل أكتر أكل مش بتحبه. يا نهار أبيض. أيوة يلا قولي نكتة. أوقات. أه. كلمات أغنية ولا نكتة؟ لا نكتة. أه ماشي. أوقات لما بكشر بس كده صح؟ اه كشرك لا نكتة، انت مش عارف يعني ايه نكتة؟ يعني تقولي كان في مرة واحد راح لواحد يشتري منه. اه عارفها دي؟ اه قول بقى. مرة واحد راح يشتري منه. اه هاتوا الطبق، هاتوا الطبق، استنى. ايوه شكرا. برمع الشوكة؟ لا انت هتاكل ده. انا حسبت ده بيتاكل عادي كده. ما انت هتاكله عادي. بالشوكة؟ اه امال هتاكله ازاي؟ لا 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 ايه؟ هتخنق. هتتخنق ليه؟ مش شوكة، الشوك بتاعي. لا ما فيهوش شوك، ما تخافش. انا هشيل لك الشوك. اهي يلا دي ما فيهاش شوك. طعمه حلو؟ بالظبط. ها؟ حلو قوي؟ بتحبه؟ بجد؟ اه يعني انت ايه اكتر حاجة ما بتحبهاش تاكلها؟ في الاسباجيتي برضك. الاسباجيتي ما بتحبهاش؟ برضك اه. وكمان مش باكل. يا ايه شمال؟ جبت لك بقى الاسباجيتي اللي انت بتحبها اهي. يلا كل. كلها كلها؟ اه. طبق؟ اه. عجبك؟ اه اجيب لك ايه سد الحنك؟ الله جميله صح؟ انت ايه ما فطرتش جاي تفطر عندنا؟ لا ما فطرتش خالص. ما فطرتش؟ اه انت جاي تعوض. انا برضه اقول قلت لك شوكتين سحبت الطبق كله. يلا الف هنا حبيبي. خلاص عموما انت كده كده كسبت. خد الطبق معاك ممكن تاكله عادي وانت مروح، واشوفك في المرحلة الجاية. عايزة اقول لحضرتك يا استاذ عماد ان انا وديجي النهاردة لعبنا، هزرنا، وكلنا، عملنا كل حاجة مع بعض، يعني لدرجة ان احنا تقريبا كمان اتخطبنا. مش كده يا دودي؟ انت قلت البابا؟ لا ما قاليش حاجة. ايه؟ او انت لك؟ لا بيقول انه قال لك. لا اه لا ده في اختلاف من الاول. قلت لك. قلت لي امتى؟ قلت لك. قلت له ايه طيب؟ فكره. قلت له فوق. طب خلاص افتكرت. ايوه صح. قال لك؟ قال لي قال لي انا اللي غلطان. طب وانت موافق؟ موافق. قال لك ايه طيب؟ موافق طبعا. طب هو قال لك ايه بالظبط يا انكل؟ قال لي ايه؟ قال لي انا خطبت طنط شيماء. طنط ايه؟ ماشي. طنط ايه؟ استاذه شيماء. واحد يقول لي خطبته ولا استاذه كده بيقول لي يا شوشو ده انا اصغر مني. اقول لك على حاجه؟ اه. انا بفكر اقلب الواد ابنك ده عشان انا بحب اللون المسمر شويه والواد ده ابيض كالح. اه ابيض خالص. ايوه صح؟ اه. فايه رايك؟ مش عارف. سامعك يا شوشو. شايفاه بقى. بس يون. سامعك يا شوشو. طيب عموما انا كنت جايباكم هنا كنت ناوي اعمل حاجات كويسه، بس انتوا بقى اللي جنوتوا على نفسكم ما دام انتوا الاتنين بتتريقوا عليا. واحد يقول لي طنط انا اقول لك البس السماعات. انت ده انت ليلتك معايا فله. البس السماعات. انا؟ اه. اه ده هو دودي دانيال وحضرتك عماد فتمشي برضو دودي. اه لا هبتدي احدد بقى. احنا الاتنين. انت عوعي وهو دودي. يبقى مين حضرتك عوعي ايه؟ انا؟ اه. عوعي. بالظبط. ماشي. وهو ايه؟ دودي. ماشي. يا عوعي. نعم. اسالك بقى اسئله وترد عليا على طول ماشي؟ عايزه اعرف انت تعرف ابنك لاي درجه؟ ممكن تقول لي ايه اكتر اكله هو بيحبها؟
أكتر أكلة هو بيحبها البيتزا. البيتزا. طيب دلوقتي أطلب من دودي. يا دودي أيمن شيلي السماعة حبيبي، تعالى شوف المصايب والبلاوي اللي عندنا. تعالى تعالى هسألك أسئلة ماشي وهترد عليا. أوكي. إيه أكتر أكلة بتحبها؟ أنا بحب البيتزا. غلط، باباك قال إنك بتحب البرجر. إيه أكتر أكلة مش بتحبها؟ كوارع. غلط، باباك قال لي إن أكتر أكلة بتكرهها البيتزا. يا خسارة. طب بتشجع فريق مين؟ الزمالك. ده قال لي إنك أهلاوي أصيل. يا نهار أبيض على الأخطاء الكروية. لا بصوا أنا مش هكمل لأنه واضح كده من بدري إن الفجوة كبيرة، وأنا دلوقتي لازم أتخذ معاكم موقف حاسم وقوي لأنه خلاص العيلة دي فيها تفكك أسري، إن أنا دلوقتي أحاول أغير حاجات بسيطة في مخ والدك علشان يحاول يبقى متماشي معاك. عندك مشكلة؟ لا. طيب تمام، اتفضل يا أستاذ دانيال. ميرسي قوي يا دودي إن أنت وافقت. اتفضل يا أستاذ عوعي، قوم معايا. طب أنا هعمل إيه بعد كده؟ حضرتك؟ انا هعمل ايه ان شاء الله؟ اقعد انت ساكت خالص. دي كانت غسلت الاوتوماتيك وقلبتها، انا بعمل اجهزه. اتفضل ادخل. قوم يا دوجي، قوم يا دوجي، دوس على الزرار. انا زرار. اقفل الباب جامد كده على بابا. ايوه هو اتقفل خلاص. ايوه دوس بقى على الزرار. انا زرار اللي هو اللي قدامك ده. ايوه ده. ايوه ده وريني كده. دوس. تعالى بقى خد امجيلي هنا كده، امجيلي هنا كده على الطقم اللي انت عايزه عشان لما يجي المحاسبه. امجيلي امجي امجيلي هنا. هنا؟ هنا. ايوه امجي. ايوه بس كده، شكرا. هي اقعد بقى. يلا عارف لو ما اتغيرتش يا بابا. اقعد بقى، حط السماعه ورا ظهرك. اطلع يا استاذ عوعي. دانيال ابني اقفل الباب يا عوعي، اقفل الباب وراك. انت صغرتني ليه كده؟ دانيال ايه اللي طلع لك ده؟ ينفع تصغرني كده؟ ده انا هروح الشغل ازاي؟ خش 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 يا بابا، خش يا بابا، خش يا بابا، خش هنا يا استاذ عوعي. خش يا بابا، خش يا بابا، لو سمحت خش تاني. خش اعمل ايه؟ لا دخلي تاني لو سمحت. ايوه يدخل تاني وبعدين، ما هو ده باباك خلاص. ما احنا هنرجعه. هترجعه ازاي يا حبيبي؟ المكنه دي بتشتغل مره كل 24 ساعه. خدوا بقره وحدوه. نعم انا عايز ارجع لجسمي القديم. ما انا مش عارفه اعمل ايه والله، ده ابن حضرتك هو اللي مضى ووافق على كده اهو، حتى شوف الامضاء حضرتك. انا اعمل ايه بقى؟ انتوا هتحيروني معاكم؟ انت ازاي تعمل كده؟ انا ما عملتش حاجه. قال لي ايه؟ انت صغرتني. قال لي دوس على الزر الاحمر. قال لي دوس على الزر اللي قدامك. انت ازاي تدوس على الاحمر؟ اروح الشغل ازاي انا دلوقتي؟ مش هيعرفوني اصلا. معاك حق. اجيب لكم فلوس منين واكلكم؟ يا لهوي، ولا تسوق ازاي؟ ده ممنوع على الاطفال اللي زيك السواق. هتقضيها تكاتك بقى. معلش يا استاذ عوعو اتشعبط. زي بصحي بقى زي صارك. اتصدق صح، ده انا مش واخده بالي. طب هز كده عشان اتاكد انها مش باروكه. اهو شفت نفس حركتك يا دانيال. يا لهوي نفس الحركه. قوم لا عشان اروح لامك. قوم يا حبيبي. معلش قوم يا دانيال، خد ابوك وامشي. خلي بالك يا ابني وانتوا بتعدوا الطريق بقى، روحوا اي حته. ايه ده؟ انا رحت. انت ايه يا دودي بقى؟ ايه الاخبار؟ الحمد لله. اقعد على رجل باباك. تعال بوسو. ممكن بقى اخر سؤال يا استاذ عوعو؟ اتفضلي. حضرتك اللي على دماغ ابنك ده شعره ولا باروكه؟ شعره. طب ممكن تشده لنا كده نتاكد؟ ما هو اهو. طب هزه كده يا دودي اخر مره عشان نتاكد. خلاص كفايه صدقتك. يلا خد باباك بقى وامشي قبل